حمزة، عند تجولنا داخل المزرعة لاحظنا أن هناك نوعين من التربية بمزرعة دواجن الزينة الأصيلة. هناك التربية على الأقفص، كما لاحظنا التربية على الأرض. فنريد توضيحات بهذا الشأن، لأن هناك مجموعة من المربين المبتدئين يتساءلون متى نربي على الأقفص ومتى نربي على الأرض. السلام عليكم. بالنسبة لهذا السؤال، جميل، قدرنا نستافدوا منه الكثير من الناس. حنا بالنسبه للمزرعه عندنا واحد، واخا عندنا الاقفاص كنخدموا الاقفاص، يعني اللي راس يخدموا الاقفاص يكون اللي راس اللي صغار الحجم ديالهم، ماشي كبار بزاف كما تشوفوا تراو الان. واخا كنخدموا دابا الاقفاص، كان عندنا ارضيه نقدروا نطلقوهم، بحال دابا كنديروا بروغرام ديال واحد لا سيمين، نقدروا نخرجوا كل لا راس. نقدروا نخرجوا عندنا هنا 12 قفز كاجي للدجاج، كل نهار كيخرجوا جوج، اي بدلو كيبكي سوسو العياء، يحيدوا العياء ديالهم من الاقفاص. هي من الاحسن على حسب ليسباس ديال الانسان، على حسب ليسباس ديال الانسان والغرض ديالو. احنا بالنسبه لنا كنهتموا بالجماليه ديال الجماليه والرونق ديال المزرعه ديالنا. عندنا اقفاص، واخا كان اقفاص كبار ماشي اقفاص صغار، اللي ما كنصحكش بهم هو اقفاص من شكل اقفاص صغار ديال الحديديه. وفيما يخص هذا المكان، كنديروا فيه الدجاج الكبير الحجم. عندنا دجاج البراهما كما ترون حجمه كبير لا يتسع القفص. من الاحسن انسان يربيه في ارضيه كبيره. وعندنا دجاج الكومباتو الماليزي او الكومباتو الشامور، وهناك صعوبات في تربيته في الاقفص، من ناحيه عنده حساسيه عندما لا يتحرك كثيرا، من ناحيه الرجلين يمكن ان يصاب بالزحف في الرجلين او الامراض كثيره.